اللي راح اعملها دحين اللي هي الباستري سهله. نحتاج صوص بيتزا جاهز، بهارات بيتزا، شويه جبنه موتزاريلا مقدر او موتزاريلا بس، زبده وطماطم فقط، هذا اللي نحتاجه. طيب هذا صوص البيتزا، حطيت عليه من بهارات البيتزا، اخلطها كويس، واذا احتاجت ملح املحها شويه. هناخذ منها ملعقه وحنحط كده، ما نكتر احسن، حاجه بسيطه. اخذ الجبنه الموتزاريلا احطها كده، انا قفلتها بهذه الطريقه، حطيت عليها وصله طماطم. راح اتبلها، يعني ادهنها بدهن كده بسيط عباره عن زبده، الحين راح اوريكم الخلطه، بس اهم شيء اني انا اقفلها عشان في الفرن ما تتفتح عليا.